ما هي الصفة الشرعية للتيمم وما هي شروطها؟ الصفة الشرعية للتيمم أن يضرب بيديه على الأرض مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، يمسح بباطن أصابعه وجهه ويمسح كفيه براحته، وإن ضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة ليديه فلا بأس بذلك. كلا الصفتين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان التيمم بضربة واحدة يقسمها بين وجهه ويديه على الصفة التي ذكرنا هو الأرجح والأحسن. أما شروط التيمم فإنه يشترط لصحة التيمم عدم الماء أو العجز عن استعماله، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فشرط صحة التيمم هو عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه، أو أن يخاف باستعماله عطشا أو ضررا لكون الماء الذي معه لا يكفيه لشرابه وطبخه ووضوئه وطهارته. كذلك اشترط أن يكون التيمم على صعيد طهور، لقوله تعالى: صعيدا طيبا، يعني طهورا. هذا ما يشترط للتيمم، والله تعالى أعلم.